رصد عدد من السياح الأجانب ظهور السلاحف الخضراء أثناء رحلة غطس تحت الماء، وحرص الغطاسون الأجانب على التقاط الصور. وتعد السلاحف الخضراء من الأنواع النادرة والمهددة بخطر الانقراض وإحدى الثروات البحرية التي تجذب السياح لشواطئ الغردقة، ويعكس ظهور هذا النوع من السلاحف في شواطئ الغردقة نظافة البيئة البحرية. Thank you.